فخليفه اقترح واحنا مقترح كده وبندردش، فهو راجل كده ايه ليه يعني برضو من شغله السابق، فهو كان دارس حاجات بخصوص التسويق، فجاي يكلمني عن حاجات كده، قعد يقول لي محيط ازرق ومحيط احمر وحاجات كده غريبه، فحاسب له المجال شويه يكلمني، وانا ايه هخش معاك كده في السكه لا لا لما ده الاقي انت عندي حاجه اقولها. لا ده انت عندك كتير. هي الفكره كلها اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي، بس خلينا نشرح المصطلح نفسه. هو العنوان ايه؟ كيف يجد الزمالك محيطه الازرق في الصفقات؟ المحيط الازرق والمحيط الاحمر دي حاجه من اساسيات اي حد شغال في اي شركه تسويق عارف المصطلح عموما. المحيط الاحمر اللي هو المكان انت بتنافس وانا بتنافس معاك، المكان اللي كل الناس تقليديا بتروح ليه وتتنافس فيه. بص هنا الراجل صاحبنا اللي بيصطاد السمك ده متقدر قاعد قوي. وكل الناس بتصطاد حواليه. الحاجه التقليديه الطبيعيه، الناس تقليدي، انت عايز تبيع منتج بتروح تبيعه في السوق ده، او عايز تشتري بتروح في المكان ده اللي هو مكان التنافس فيه شديد. حتى جيت من هنا الاحمر، من هنا اللي هو ايه كان بيقول لك بلادي كومبيتيشن، يعني منافسه دمويه. هنا مظبوط. المنافسه الدمويه دي دايما بتفتكرها، هنربط دايما بالصفقات، هتلاقي في صفقات كانت تفتكرها، تاني هتلاقي مشاركة نفسك خالص. ها تلاقي نفسك كنت بتتكلم فعلا في منافسه دمويه عشان تجيب الصفقه دي او اللاعب ده. التاني بقى المحيط الازرق اللي هو جوه المحيط، اللي هو انت بتتعب شويه وبتروح منطقه جديده تدور فيها سواء بتبيع او بتشتري، بس هو سوق محدش دخله قبلك كتير من المنافسين، صعوبته دايما في الوصول ليه. كنت لسه عايز اقول لك، هو ليه ما حدش ليه يعني في الدنيا هاديه ايوه فيه هنناقشه ده في والامور هاديه الصفقات، فيه. لان هو مش منطقه مألوف، مش اللي هو بيجي في التفكير الاول ان انا اول ما افكر اعمل صفقه او ان انا ابيع او اشتري بروح له. لا هو حاجه بتحتاج اجتهاد بس بتريحك بعد كده، اما تقدر توصل له بترتاح. على الاقل ماديا. هنشوف بقى بترتاح ازاي، خلينا نتناقش في الموضوع كله. ولكن طب انت تيجي تقول لي ان الراجل ده غلطان 100% او الراجل ده صح 100%، لا. ايه اللي بيحدد ده؟ دايما الهدف بتاعك. اي حاجه يعني دايما بتحتاج تخطيط، اول اساسيات التخطيط الهدف. يعني كان دايما بيتقال ايه، ان في كلمتين قريبين من بعض في الكتابه، يعني مش في النطق، البلان الخطه والبلين الطياره. يقول لك دايما لو بتبص كده انت راكب الطياره دي اكتر وسيله منظمه عندها خطه. الطياره معروف ميعاد وصولها، راحه فين، ميعاد اقلاعها راحه فين وجايه منين والتحرك بيتم ازاي، عشان كده بتوصل في الميعاد تمام والهدف المظبوط. اي وسيله مواصلات تانية مش ماشيه بنفس الخطه دي عرضة لقصص أخرى يعني. بتغير معاك الميعاد والهدف والتوقيتات دي كلها، الميعاد والمكان الوصول. فكل ما انت تبقى خطتك محكمه تقدر توصل للهدف بتاعك والمكان اللي انت عايز توصل له في ميعاد المظبوط. فخلينا نقول الهدف ايه للزمالك، لان هو ده اللي بيحدد نروح في الاماكن دي صعبه المنافسه ولا لا. لو انا نادي قوي، وطبعا الزمالك نادي قوي، ولكن لو انا قصدي فريق مكتمل وانا رايح ادور على صفقه ولا اتنين بس، انا في اللحظه دي انا بروح لاصعب منطقه واجيب اللاعب اللي انا عايزه واخش فيه بكل قوه، لان انا مش عنديش هدف غير ان انا مثلا اجيب عايز لاعب لاعب او او اتنين. اتنين. ده كان ممكن مناسب في فتره ما، زي مثلا انا رايح اشتري بس راس حربه، بس انا مش داخل السوق يعني غير عشان اجيب لاعب. تشيلسي على سبيل المثال مثلا كان واخد دوري ابطال اوروبا، فانا عايز اجيب لوكاكو، خلاص رايح على بالظبط، لوكاكو. لاعب صعب بمقابل مادي كبير، ده من قلب منافسيني، بجيب من منافس قوي وبدفع، ممكن حتى بدفع سعر اعلى والكلام ده كله. ولكن في توقيتات تانية، ايه هدف الزمالك؟ هل الزمالك راح يجيب لاعب؟ لا، الزمالك عشان نبص، انت قلت دلوقتي بقى لنا 4 فترات ما بنعملش صفقات. فالزمالك يستهدف عدد من اللاعبين ذوي جوده عليا، وخلينا بقى نبص للنقطه الثانيه، بمقابل مادي مناسب. انا مش حاطط برضو ميزانيه ضخمه جدا، لا، الكلام ده كله اذا كان انا عندي مشاكل في التجديد مع لعيبتي بسبب طلبات مبالغ فيها، وفعلا هي طلبات مبالغ فيها، فانا مستهدف اللي هو ان انا عايز اجيب عدد من اللاعبين وفي نفس الوقت مقابل مادي مناسب، وفي نفس الوقت احسن من جوده الفريق اللي عندي. وده ممكن حتى كمان يزود من قوتي في المفاوضات مع اللاعب اللي عندي اصلا، ان انا عندي بالظبط، بديلك دلوقتي، خلاص بقى صار عندي بديلا لك، فخلاص يعني. ده اللي انت بتقوله ده مهم جدا، اللي هو يعرف برضو ان الزمالك ليس عاجز عن ان هو يشتري لاعبين، تمام، ودي بتبقى رساله مهمه. مهم طبعا. بالظبط.